والله اخوي ابو سانا، انا حبيت اسلم عليك ونقول لك كلام يعني ان شاء الله من القلب يصل الى القلب. وانت عارف يا اخوي ابو سالم ان الانسان في هذه الحياة يتساءل ساعات، يعني سبحان الله، هل انا اكون انسان طيب او اعوذ بالله اكون انسان شرير؟ عرفت شلون يا اخوي ابو سالم؟ اي والله ساعات يقول يا اخي انا اذا اكون انسان طيب هذا يضحك علي، او ان يعني اصير يعني مش اقول لك يعني تسوي خير في ناس يطلع امك كفو، تتواصل مع ناس تبي لهم الخير شويه يعتصوا لك حظر بلوك. فساعات يجيك كذا يقول يا اخي هذول الناس مو كفو، انت هذول ما يستاهلون، لازم تكون عفوا للكلمات انسان نذل او انسان اعوذ بالله فيك لوم او انسان حقير او انسان خبيث. عرفت شلون يا اخوي ابو سالم؟ لكن الانسان المسلم يا ابو سالم اللي يبتغي وجه الله عز وجل لازم في هذه الحياة يعرف شغلة واحدة، إن الذي يريد أن يمشي على درب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فلن يكون الدرب هذا مفروشا بالورود. لازم تشوف في عقبات، في أشواك، في ناس أعوذ بالله استغفر الله يا رب، هو يكون إنسان بس أعوذ بالله قلبه وعقله كالشيطان. اي والله. يا اخوي ابو سالم، في هذه الحياة علمتنا الكثير ولازلنا نتعلم منها، ولكن انسان يحط له مبدأ في هذه الحياة ان يكون قلبه نظيف وطيب ويحب الخير ويخدم الناس، لان بكرة رايح على تراب متر في متر، ما تجيك الا الدعوات الصادقة الصالحة. اي والله. عارف شو الواحد والله مثل قلت لك يقدر يكون انسان في الصفات السيئة، لكن والعياذ بالله شنو راح يستفيد؟ ما يستفيد إلا الدعاء الناس عليه ويذكرونه بالسوء والعياذ بالله. فالحمد لله يا أخوي أبو سالم، يعني كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الحمد لله يا أخوي أبو سالم، سنستمر إن شاء الله في الخير سواء في التواصل الاجتماعي أو في الواتساب، والحمد لله يعني إنسان يتعلم الدروس والعبر ويعني يكسب الناس اللي فيها خير، الناس الطيبة اللي ذكر في الله، ويتجنب الناس يعوذ بالله اللي ما فيهم خير. عرف شلون؟ والإنسان يا أخوي مسالم يعني ليس فقط يعني يقدر يخالط بس الرجال، الدنيا تحتم عليه أن خاطئ رجال ونساء. والحمد لله على كل حال يا أخوي مسالم، أنا قلت لك يعني الدنيا هذه فيها الأبيض وفيها الأسود. عرف شلون؟ ساعات والله أنا أقول يا أخي أنا ليش خلط الناس، خلنا نقعد في بيت وأكفي شر الناس، ولا أني يجيني من الناس. ولكن أنت تضطر أنك لازم تطلع تطبيق، أن يعني تطلع وتخالط وتشوف الناس وتتعامل، كما خبر الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث: المؤمن الذي خلط الناس ويصبر على ذاهم خير من المؤمن الذي لا يخلط الناس ولا يصبر على ذاهم. الحمد لله يا أبو يا أخوي مسالم، يعني إن شاء الله يكون هذا العمر 36 سنة، الله يغفر لنا ما مضى ويرحمنا ويسامحنا على كل زلة. إي والله. وكل خطأ. وإحنا نتعلم يا أخوك، الكبير أخو للصغير والصغير أخو الكبير. عرفت شلون؟ الحمد لله. يعني ساعات استغفر الله النفس يوم يجيها مدح ويجيها ثناء والعياذ بالله شوي يحس بغرور وكذا، لكن في حديث عظيم سبحان الله يعني نقول حفظنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ألا وهو يقول: اللهم لا تأخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. هذا والله سمعتها من كلام الشيخ العالم رحمة الله عليه المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. فهذه الكلمات حبيت نقول لك إياها، عسى الله عز وجل يغفر لنا ولكم ويحسن خاتمتنا في الدنيا والآخرة، وبارك الله فيكم جزاكم الله خير. حبيت بس أن أقول لك هذه الكلمات.